انصحك ان انت تحاول تجيب الصوت اقرب حاجه للي انت عايزه قبل ما تبتدي تلمس بلوجنز وكيوز وحاجات زي كده. تعال نشوف بقى الاثنين دول ممكن نطلع منهم ايه. لا بقى في حاجه اسمها ليدنج نوت، ان احنا بنعمل زي سلمه كده بنطلع عليها. يعني مثلا اوريكم دلوقتي ممكن نعمل نوت هنا خفيفه، مش لازم بقى نلعب، ممكن نكتب على طول. في الحاله دي انا مش عايز اطلع السلمه كده، انا عايزها تبقى دوتت، فتبقى بسرعه كده. ودي ممكن نجربها من تحت، يعني مش لازم تبقى اعلى حته فوق. حلو العالي ده طبعا بيكترو وبنسمعه، بس اللي تحت برضه ساعات بيبقى كويس هنسمع. فوق احلى. هنا بقى عايز اعمل انا ممكن اعمل دي كده تبقى مخطوفه كده. انا ممكن برضو احاول اعمل كده، اعمل دي كده. طبعا الفيلوستي والحاجات دي بتفرق، طبعا اتكلمت في ده كتير. ممكن اجرب دي كده، طول النوتة دي تاني بلغنا فيها. اسمع كام الاول. نجرب دي كده. نجرب دول من تحت نشوف ايه الاخبار. واحسن برضه. شايف ان ده ظريف. طبعا نشوف الكومباين بقى، نحاول نعمل تكنيك جديد كده. وانت بقى طبعا ممكن يعني وانت بتارينج بقى بجد تبتدي تعمل ميكس، تبتدي تعمل ميكس اند ماتش ما بين الليكس اللي انت كتبها دي. تعال نشوف كده، تعال نجرب حاجه جديده كده ونحاول نكومباين اتنين مع بعض. نشوف ايه الحكاية هنا. هعمل نفس القصة برضو. هنا ممكن نعمل الباترن دي تبقى، وممكن نخليها واحدة كده واحدة كده. ممكن نخلي دي نوتة عادي لونج. ممكن نعمل دي كده برضو. Thank you.
طبعا عشان نفور الجروف صح. ممكن نعمل كده. نحاول برضو ما تكررش اللعب ده كتير قوي يعني عشان ما نزقش. دول برضو ممكن يقوم تحت. وهنا ممكن ناخد مثلا اخر بار مثلا من هنا. ممكن نكومباين دول ممكن ونشوف كده يحصل ايه. تعال نشوف ده كده لو عملنا دول كده يحصل ايه. تعال نسمع كده الموضوع كده على بعضه. في حاجه بقى طبعا غير اللي انت بتالف اللاين لازم تميك شور طبعا صوت البيز ده لايق على بقيه الاصوات اللي انت عاملها وهكذا. انت ممكن تريفاين ده شويه بقى. تحاول تميك شور ان الاصوات كلها تبقى سبيسي اس بوسبل. انت ممكن تعمل يعني كل ما هو ينفع ينزل تحت اللي هو اي حاجه تبقى تحت الاي مش هينفع. تحت الاي 1 دي مش تنفع خالص على الاقل في البيس جيتار. ممكن تاخد كل الاصوات دي ما احنا جربناها لقيناها مش حلوه يعني. بس لو انت عايز تخلي الموضوع سبيسي اس بوسبل يعني طول ما هو طول ما احنا تحت ده معنا واحده كده واحده كده نجرب. هنا في نوتة شاكك فيها مثلا مش عجباني تعال نغيرها. نعكسهم بس. ملاش اي لازمه هنا. هي انا بقول ملاش لازمه تحت لان دي مش دورها ان هي تلعب بيز ازن بيز. دي دورها بتلعب لكاية اي حد يلعبها. فاللكاية دي محتاجة تتسمع بصوت مش غليظ. محتاج صوت حنين عادي. جربها كده وجربها كده وشوف اللي عجبك. ده مش هينفع تحت كده. خفيت خالص الميد والتريبل بتوع البيز جيتار ده كانوا كده في الاول نبطتهم خالص وبعد كده عليت الامب اللي هو بيزود بيز اكتر من الدي اي
انت اللي هتسمعه وانت في الاخر اللي هتسمع صوت البيز بس، من غير مش بالضروري حاجه كويسه او حاجه وحشه يعني، بس ده لو انت عايز حاسس ان انت عايز تسمع البيز رينج بس، مش عايز تسمع اي حاجه فوق الرينج ده، عايز البيز يبقى مكتوم وسوليد او من تحت، صحك ان انت تحاول تجيب الصوت الاول من السوفت وير انت بتشتغل بيه، او سواء حتى لو آلة حقيقيه تجيب الصوت اقرب حاجه للي انت عايزه قبل ما تبتدي تلمس بلوجنز وكيوز وحاجات زي كده. انت ممكن تعمل مليون الف حاجه قبل ما تعمل تجرب تخش تحاول تغير الصوت ببلوجنز او كده. ممكن تجرب ان انت تحاول ممكن تغير الاوكتيف خالص او الريجستر بتاع الكوردز، بس ما انصحكش قوي ان انت تعمل كده بالاوكتيفز، لان انت لو في مغني بيغني ده هيبقى قريب قوي من الرينج بتاعه، فانت لا ممكن تعمل، انت ممكن تغير الانفرجن زي ما اتكلمنا في حلقه الكوردز، برضو يا ريت تتفرج عليه على السيريز دي من الاول. نجرب كده just for fun يعني، احنا نغير الصوت. لان خلي بالك برضو هو البيز بيلعب عند الاوكتف الاول، اوكتف خالص اللي هو قرب الاي 1 والسي 1 وكده، انت ممكن تتقل النوت دي عن طريق ان انت تعلي الفيلوستي بتاعها. لو انت حاسس ان انت يو نيد مور بيس، ممكن البيس اللي انت عايزه الجديد ده ممكن تاخده من الكوردز اصلا. او ممكن اكشلي تخليهم يلعبوا في نفس الريجستر بتاع البيس، لو مش هيعملوا مشكلة يعني كبيرة يعني. ولو حسيت البيز بقى تو ماتش، طبعا دي حاجة لازم تاخد بالك منها، كنت توطيهم خالص او ممكن تكررهم، ما عندك كنترول يا عندك هنا وعندك هنا. نتكلم بقى في معلومات مهمه لازم نعرفها يعني، ده انا اوريكوا اكزامبل ان انت دي حاجه احاول اللي انا عملته هنا، ان انت انا بلعب الروت نوت وبلعب حوالين السكيلز وبركز قوي على ليدنج نوت، النوت اللي بتليد للنوت الروت اللي انا عايز العبها في السكيل. حاول تكتشفها بودنك، حاول تكتشفها لو انت حاول تعمل لو انت عندك برنامج بي ممكن هنا تختار له السكيل ما تطلعش بره، اختار كل نوت اللي تمشي في السكيل تطلع حاجات كويسه، حتى لو بودنك او لو عندك علم وعندك نظري وفاهم المفروض تتحرك فين برضو هتعرف تجيبها بالنظرية، ممكن تجيبها بالسمع برضو مش مشكلة. ساكت لازم تعرفها ان خلي بالكوا ان اي دلوقتي اي صوت في الدنيا يعني اي بيز في الدنيا دلوقتي هيجي، انا بتكلم في المودرن ميوزك، مش بتكلم على الاوركسترا ولا السيمفونيز والكلام ده كله ولا كلاسيك ميوزك قصدي يعني، انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على المودرن ميوزك برودكشن. هتلاقي ان البيز ده بيجي يا اما من سينثيسايزر، وهنيجي للسينثيسايزر ده بعدين، يا اما بيجي من بيز جيتار.
والاثنين شبه بعض شويه، بس البيس جيتار اللي بيس جيتار اللي بجد انا شايفه اصعب شويه، لان هو بيحاكي آلة اوريدي موجوده ومعروفه، ومعروف صوتها عامله ازاي ومفروض، ومعروف طريقه اللعب بتاعتها عامله ازاي. ده بيخليك ان انت لازم يبقى عندك درايه كافيه بان انت زي تلعب زي البيزست يعني، او تالف زيه او كده. السنتسايزر ممكن يلعب شبه شويه شبه الجيتارست، بس مش لازم يقلده في حركاته في الليكس بتاعته. السنتسايزر ما فيهوش سلابس، ما فيهوش في حاجات تانية طبعا، في حاجات زي بقى السلايدز وزي البيتش بند والكلام ده كله، دي حاجات مش موجوده بقى في البيز اللي بجد، الجيتار اللي بجد مش موجوده فيه، وده اللي بيميزه. هنتكلم بقى طبعا فيه برضو بعدين ازاي نعمل بيز لاين بسنتسايزر حلو، ويعني ايه بقى نخش بقى على السب بيز ونخش على انواع البيز التانيه. بس انا يعني اختصارا يعني هو البيز ان انت تحاول تتعامل مع البيز جيتار ان هو بيلعب بطريقه، والسنتسايزر بيلعب بطريقه مختلفه شويه. السنتسايزر مش بيرغي قوي زي البيز جيتار الا لو بتلعب فانك، يعني لو بتلعب فانك ممكن تلعب الليكس كتيره جدا وتبقى هي دي الاغنيه، يعني زي اغاني كتير قوي في فتره يعني الثمانينات كانت الموضوع ده مشهور قوي، كان السنتسايزر كان بيلعب بيز لاين معقد وبيلعب بيز لاين في لعب كتير يعني. بس دون ذلك السنتسايزر مش مفروض ان هو يعني يلعب او يحاكي او يسيموليت الجيتارست اللي بجد في طريقه لعبه كده، بيلعب دايما حاجات ابسط. في تكنيكس زياده في السنتسايزر او اصوات معينه في السنتسايزر مش الالات الحقيقيه ما بتطلعهاش، فبرضه بيستفيدوا من الادفانتج دي يعني بتاعت السنتسايزر، وبيلعبوا الحاجات اللي هي تخص السنتسايزر زي البيتش بند والحاجات اللي قلت عليها دي. فاحنا ابتدينا احنا بالجيتار اللي بجد ان احنا نسيميوليت ده. هبقى برضه الالتيميت يعني، وده ما فيش عيب ان انت تعمل يعني تعمل مزيكا ببيز جيتار من سوفت وير، في اغاني كتير جدا مشهوره وبيل بورد وتشارتس وكل حاجه ملعوبه ببيز لاين زي مودو وزي سكاربي وزي تريليان وزي الحاجات المشهوره دي، من ضمنها بقى تشارلي بوث ومن ضمنها فاريلو، ناس يعني توب تشارتس كلها في البوب على الاقل، بالذات على الاقل يعني كلها ملعوبه بسنتسايزر ما جابوش بيزست يعني. بس طبيعي لو بتجيب بيز جيتار وعايز يلعب زي البيز جيتار انت بتهاير بيزست، بس يبقى كويس جدا انت تبقى عارف ان البيزست انت عايز يلعب ازاي او عايز يلعب بستايل عامل ازاي، فتجربه الاول قبل ما البيزست يجي ويلعب حاجه تانية تخلص من دماغه وما يعجبكش في الاخر، فتبقى حاجه تيلورد جدا على اللي انت عامله يعني، بتبقى عارف ان الاغنيه دي ينفع لها جيتار بيز بجد اللي انت جربته. فلو انت عرفت ازاي تعمل بيز لاين حتى لو تهاير بيزست هتبقى على الاقل انت جربت ده. طبعا نقول حاجه برضو مهمه اخيرا كده في الحلقه دي، عايزين نتكلم على البيز رينجز سريعا كده. بصوا يا جماعه ده السبيكترم بتاع الاصوات كلها اللي في الدنيا كلها، بيبتدي هنا عندنا الاكس اكسس ده هو اللي بيدينا الفريكوانسي، وهنا بيدينا الامبليتيود اللي هو قوه الصوت، متقاس هنا لحد مثلا احنا ممكن نجيب لحد 30 دي بي. سيبنا ده خلاص احنا مش انترستد خالص بده دلوقتي، بس احنا انترستد بالاكسس ده. لو وقفنا في اي حته هنا ودوسنا على نوت كده يطلع لنا نوت، هيطلع لنا يقول لنا النوته دي تحت على الكيبورد، هيطلع لنا اسم النوته تحت كده عادي، وهنا يطلع لنا التردد بتاع كام. دي التردد بتاع 10 يعني 10 ثواني في الثانيه، دي تردد 10 ثواني ده غالبا ما بنسمعوش خالص. بنبتدي نسمع من اول يعني 20، ممكن نقول 20، ممكن تحس السايكلز من هنا، بس غالبا برضو اللي بتحسه هو عباره عن هارمونكس فوق الفاندمنتال اللي هي دي، مش دي قصتنا دلوقتي. المهم ان احنا على الورق العلمي بيقول لنا ان احنا بنسمع من نقدر نسمع من اول 20 هرتز، اللي هو ده الصوت بقى صوت الصب. هو الصب بيبتدي مثلا من 20 وبعد كده بينتهي مثلا عند ممكن نقول 40 ل 45 في الحته دي. ليه بقول من 40 ل 45؟ لان انت ممكن تلعب صب بيز وتلعب نوته ممكن تبقى 49، ما عادش اقول لك لا يعني مش هتتعاقب يعني. فبس هي الصب عاده بيبقى حوالي من 20 ل 40، الحته دي بيقع فيها كل الصب بيز اللي انت تسمعها بقى في الهيب هوب والهاوس والترانس والكلام ده كله. كل ما هو صب بيز عباره عن ده، اللي هو ده كلمه معنى كلمه صب بيز. البيز طبعا في اغاني كتير ما فيهاش صب، يعني الروك مثلا ما فيهوش صب، الروك ما بيعتمد على الجيتار الحقيقي اللي بجد، الجيتار الحقيقي بجد بيبتدي من عند اي، اقل نوته فيه خالص اللي هي اي. تعال نبص عليها كده، لو جينا لعبنا بالذات الجيتارات اللي هي الفور سترينجز الفايف سترينجز ممكن يلعب حاجات اوطى شويه، ممكن يوصل شويه للصب، بس الجيتارات خلي بالكوا الفايف سترينجز والسكس سترينجز والحاجات دي كلها نوعا ما مستحدثه يعني، الروك القديم والميتال والكلام ده كله ما كانش فيه الكلام ده، كانت الجيتارات كلها فور سترينجز عادي زي الناس، فكانت البيز نوت خالص بتبتدي من اي دي اللي هي دي، ومفيش حاجه تحتيها يعني الدي دي مش موجوده. تعال بص بقى الاي دي اللي هي الفاندمنتال، بص الفاندمنتال عمل ايه فين؟ هي تقريبا اللي هي دي اي 2 اللي انا واقف عليها دي، دي الفريكوانسي بتاعتها 82، معناه ان البيز اوفيشلي البيز جيتار اللي احنا نعرفه الستاندرد، في جيتارات تانية بتوصل تنزل تحت مالناش دعوه بيهم عادي، الجيتار بيحاول يوصل للصب مش مشكله، كل ما الوتر تخن كل ما يقدر يديك سايكلز اقل يعني. لكن المزيكا الروك والمزيكا الروك اند رول والبلوز ومش عارف الكلام ده كله، اي حاجه اتعملت بباند زمان يعني كان اصلها ان هي
ما فيش حاجه بتنزل تحت 80، عشان كده ما كانش في استوديو زمان كانت بيميكسوا على سماعات صغيره شويه. طبعا كان في سماعات كبيره وكل حاجه، بس السماعات الصغيره كانت يعني الناس كلها كانت بتسمع. في سماعه مشهوره اسمها انستنز مثلا، كان كل الروك بيشتغلوا بيها، ما كانوش محتاجين صب، ما كانوش محتاجين اصلا اوريدي يعني السماعه تقدر تبروديوس الرينج ده كويس جدا، مش مشكله. ما كانش في نيد قوي لاي حاجه تحت ال 80 يعني، المزيكا ما كانتش موجوده فيها قوي ده بالذات الروك وكده. فالبيز عندنا بيبتدي من حوالي 80، انا بقول بيبتدي يعني، يعني هو من 20 ل 40، انا بقول من 40 احنا ابتدينا البيز خلاص يعني، لان ده برضو كفرد من البيز، مش كفرد من البيز جيتار اللي هو 4 سترينجز، بس كفرد بسنتسايزر بجيتار 5 سترينجز وات ايفر هو كيرز يعني، لكن من هنا هنا برضو ستيل ده بيز. فقول مثلا لحد لما نروح بقى الحته دي، احنا مثلا واقفين نوته هنا دي 160، ده احنا كده مش بيز، ده صوت مش بيز، ده ما ينفعش يبقى بيز نوت، ده صوت الجيتارز والبيانو مش بنعيش هنا يعني، ده جيتار الميد رينج، ده كده صوت ميد رينج، فده احنا كده مالناش دعوه خالص. فاحنا البيز بيبتدي بينتهي مثلا انا بقول عند اي 3 مثلا، انا بقول مثلا لحد 120، اي حاجه بعد كده احنا ممكن نخطف لكايه ونرجع تاني. اكشي ده مش بيز، اكشي ده بيلعب لك وبيرجع يعني، بيعمل بيقلد اكنه بيلعب كانه جيتارست وبيرجع تاني يقوم بدوره كبيزست يعني تحت. هو البيز مثلا من الحته دي للحته دي يعني مثلا من حوالي 40 لحد 120 تقريبا في الحته دي، هيبقى ده الرينج بتاع البيز وده الرينج بتاع الصب، وده ما بنسمعوش anyway فمش دعوه بيه. بعد كده بقى بنخش على الميد رينج والهايز والكلام ده كله، هنشرح الكلام ده بعدين، بس دي كنت حابب ان انا معلومه يعني اضيفها يعني في الاخر بس. واشوفكم بقى الحلقه الجايه نحاول نكمل موضوع البيز ده، اتمنى تكون عجبتكم الحلقه.